الفار الملون والمرحله الحرجه. لما الفار يلعب في عبك تقلق؟ طبعا. ليه؟ لان اللي بيحصل ده اخطاء متكرره في اتجاه واحد ترصده الخبراء في وسائل الاعلام المختلفه. ايوه ايوه بشكل متكرر منتظم. دائما انت الخاسر وهناك من يستفيد منه بشكل يكاد يكون ممنهج. ايوه. وفي وسط كل ده الدعاوى بان انت اللي مستفيد. فالخطوره هنا، الخطوره انك انت تسوق لمن يظلمك انه يتحيز اليك. ايوه. فلما تيجي من الخبراء بقى يناقشوا بعضيهم تتضح الحقيقه. زي ما انت رصد لنا كده عشان ما اضيعش وقت، الوقت قليل، من فضلك خش في الموضوع. تقنيه الفار او حكم الفيديو المساعد الحقيقه يعني كان تطور مهم جدا في الكره المصريه. ولعلكم تذكرون ان النادي الاهلي ابان مجلس المهندس هاني ابو ريده في اتحاد الكوره كان اول من طالب في مذكره رسميه لاتحاد الكوره بضروره الاستعانه بكل الخبرات. طب مين اول ما تخوف؟ والقدرات الحديثه حفاظا على حقوق كل المتنافسين في البطوله. ورغم كده مين اللي اول ما تخوف معاك هنا؟ انت قلت ما هو الفار في النهايه بشر. بشر. اللي هيديروا الفار واللي هيتحكموا فيه بشر. يا يقننوا الصواب يا يقننوا الخطا. فاشهد لكم انه من البدايه اول مره ما قلناها الفار لعب في عب الباشمهندس. وهو قاعد كده بدا الفار يلعب في عب له شروط ويتخوف من اللي هيحصل. له شروط يا ابراهيم. بعد المباراه الاخيره الاهلي فاز وفاز فوز كبير، لكن مع هذا الفوز كانت هناك حقوق مشروعه في المباراه تسببت انه مع كل هدف يسجله الاهلي الحكم يوقف اللعب ونستنى الفار لما يقول كلمته. في بعض الحالات اخفق وفي بعض الحالات انصف، لكن الكابتن وفي حالات مش المفروض يروح لها، كان له راي نسمعه. الكرة دي ازاي من وجهة نظر حضرتك اللي كانت في الدقيقة 14؟ وجهة نظري ان حكم الفار يعني اخطأ. 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 اه. وفي عندنا اعادة لما هتشوفها. يعني الاعادة اللي هي بعد ما لغى الهدف، بص الكرة راحت فين؟ من المستحيلات ان الكرة الايد مش باينة، تبقى جت في الايد ازاي؟ فين لمسة اليد؟ مش موجودة. فين ايد قفشة؟ مش باينة ايده. طيب نروح للدقيقة 19، طرد مباشر لعامر عامر. طرد هنا مستحق، ما فيش فيه كلام. خلي بالك ما منعش فرصة محققة. هو منع هدف. برافو عليك. ماشي تمام. 52 ضربة جزاء للأهلي بيحتسبها حكم المباراة بعد عرقلة من مدافع سيراميكا كليوباترا على حسين الشحات. برضو أعرف. أنا عايز طبعا ركلة الجزاء يعني شديدة الوضوح. ولا تحتمل الإسم على اثنين. إذا ما يحتسب للأهلي هو شديد الوضوح الذي لا يقبل قسمة على الاثنين، وإن كان أحيانا بيقبل للأسف الشديد يعني، ورصدنا حالات. طيب الواقعة اللي كانت مهمة واللي كابتن الشناوي قال إن هدف شريف صحيح، لأن الكرة قفشة وهو بيستقبلها الكرة كانت في صدره. اللقطة اللي كل خبراء التحكيم جابوها وقالوا إنه حكم المباراة ما شافش إلا دي، ما تقولش إن الكرة هاند بول. طب لما ما فيش لمسة بتتحسب ازاي؟ الكابتن وجيه احمد رئيس لجنه الحكام جاوب على كده، لكن ارجع هذا الى اسباب تقنيه الاهلي مش مسؤول عنها. نشوف الاول الكابتن وجيه. انا بسال حضرتك، الصوره حضرتك شايفها ايه يا كابتن؟ ما انا الصوره دي يا كابتن عشان كده ما انا قلت لحضرتك الصوره غير واضحه، مش قادر امشي او اكد اللعبه في لمس في الصدر ولا في الايد. مش قادر احدد. انا قصدي الصوره اللي انا شايفها انا وحضرتك اللي مش واضحه دي، اللي امين عمر حسب ان هي في ايده. اعتقد لا، في صوره ثانيه. اعتقد لا، لان امين يروح ويشوف ويلغي. اعتقد يكون شاف حاجه ثانيه، ما يشوفش صوره جدليه، لان لو الصوره دي اللي شافها في الفار يبقى هنا كان لازم على الحكم الفار ما يستدعوهوش، لان صح. لازم الحكم الفار ما يستدعيه صح. يستدعيه على قرار صح. على صح. حاجه يخالف بها قراره صح. هو حسب هدف. هو الفار بيستدعي على حاجه ما شافهاش الحكم. ايوه. لكن ما بيستدعيش على وجهه نظره. ايوه. احساسي انها جت في ايده.
لانه كان فارد ايده مره واحده على نازل ايده فجت في الحته دي. ما كان ينبغي ان يحدث هذا. وكل الخبراء وهو على استحياء بيقول لك لازم شاف حاجه ثانيه، يعني لا طب ما توروا لنا الحاجه الثانيه. هي يعني ما تقطعوا الشك باليقين يا جماعه يا ظلمه يا اللي عمالين تظلموا الفار اللي الناس ابتدت تشك في سلامه النوايا. لان الحقيقه الفار ما فيش معذور، ما فيش حاجه اسمها التصوير، الفار ما يتعذرش لان الفار اللي عنده الوقت يراجع ويشوف وزوايا محدش غيره. محدش من الفار طلع كتب تقرير واعلنته لجنه التحكيم لا الفار صح لانه ادي الصوره اللي شافها بالظبط. ما ينفعش الكلام ده. فلما نطلع نبرر خطا بخطا هذا اخطر، يعني ما فيش نيه للاصلاح. اللي جايه يا استاذ وجيه ما فيش حاجه اسمها النتيجه تحملت الخطا. النتيجه كانت 1-0 ساعه الجون. جون شريف كان الجون الثاني اتلغى ساعه ما الجون اتلغى. فانت ما فيش حاجه اسمها النتيجه، ما انت في ماتشات ثانيه النتيجه ما تحملتش الخطا وضيعت عليك نقاط. اللي جاي يا جماعه بينزل هيدي بطوله وهينزل ناس، احنا عايزين الناس تاخد حقوقها فقط فقط فقط. ولازم كل واحد من الساده الحكام سواء في الفار او في الساحه يعرف ان التاريخ يرصده. بالظبط. يعني التاريخ يرصده والعالم يرصده. وده الكلام المهم لرئيس لجنه الحكام، المرحله اللي جايه ما تحتملش اي اخطاء. عندك حكام دوليين هيقول لك هنكررهم، تكررهم للانديه المتنافسه على المركز يعني المهمه. مثلا يعني في اخطاء قد تؤدي الى هبوط فريق وقد تحرم فريقا من تتويج. فاحنا اللي بنطالب بيه العداله للجميع، العداله للجميع، اللي حتى المسؤولين بغرابه شديده جدا. يعني برضو دي نقطه، احنا ماتش الاسماعيلي ما نطلعش في ضمننا نطلع كلام، لكن لما يطلع المتحدث الرسمي يتكلم على الماتش يعني للنادي الاسماعيلي ان ده ماتش له ظروفه الخاصه وعايزين حكام اجانب، لا كابتن علي ابو جريشه نفى ده خالص. كابتن علي ابو جريشه في المداخله قال لك لا طلبنا ولا ده موجود. ايوه أصلاً. بس اللي جه على لسان كتب كده في السوشيال ميديا، لكن ما قالش الراجل يبقى يعني ظلموه. كابتن علي ابو جريشه هنا الخطوره في الكلام بقى هنا شفت بقى يبقى كويس ان انا سالتك. ايوه قطاع كبير من الناس زعلوا من الاستاذ علاء وحيد. هو انت يا استاذ علاء يعني فارق معاك ايه قوي ان الماتش ده تحديدا تطلع تقول الكلام ده؟ وحتى لو طبعا مهم جدا، لكنه الفكره كلها انك ما هو الاتحاد الكوره ما جابش حكام اجانب للاهلي والزمالك. ده مش ماتشك. ثانيا ده الماتش الوحيد اللي لا نتيجته يعني عايز اقول ايه؟ وهو بعد منه عنده الزمالك والاسماعيلي. عنده الزمالك والاسماعيلي، ما قالش الماتشين الجايين او الماتشات الجايه عايزين كذا، لان احنا لينا طموح. هنا الكلام اللي احنا بنقوله، اي كلمه يا جماعه دلوقتي خصوصا من ينتسب الى الانديه اصبحت شديده الاهميه وشديده الحساسيه. لما بعض المسؤولين يدوا حوافز قبل ماتشاتنا ماتشات الاهلي وبعدين يتعرضوا لظلم باين في ماتشات اخرى ما تكلموش. يعني الماتش بتاع المصري والزمالك مثلا، الفار مثلا، ما انا بكلم دي عشان الفار. لما يطلع يقول لك اصل الفار ما جابلوش لقطه ضرب الفاول وجاب له لمسه اليد. ما جابلوش ليه؟ طب ما جابلوش ليه؟ ما جابلوش ليه؟ ده انت لغيت اجوال للاهلي عشان اخطاء حصلت قبليه بثلاث اربع لعبات. بالظبط. ومحدش قال لك لغيت ليه؟ بالظبط. مثلا دي الكوره اللي مش مؤكده اهي. يعني الكوره في صدر قفشه. طب هو انت لما تكون شاكك فيها هي الاصل في المساله الاباحه ولا المنع؟ مش المنع. مش الاصل اباحه المنع. انت ما شفتش الخطا يبقى اللي موجود السليم. لا مش الموجود السليم، الموجود اللي الحكم شافه. ما لاش انا ولا انت. ما هو الحكم شاف وحسب جون. حسب اذا شاف سليم. يبقى الحكم اللي واقف في الحته دي انت بتقول له انت غلطان، انا حاسس انها جت في ايده. ما هو هو الفار هو ده الكلام. لما يجي نفس الفار في الوقت اللي ما فيش يعني ضربه الجزاء اتحسبت في المصري والزمالك والحكم صفر بعديها فاينل. طيب انت ما مريتوش الفاول، وريته ليه ضربه اللمسه؟ ايوه. ما بتجيبلوش اللعبه كامله. عشان كده الفار مطلوب يا كابتن وجيه مزيد من الحرص على انه الحكم قرره في الملعب هو السائد، الا اذا الفار وراله ما لم يره الحكم. لكن تبدا المساله
الفار عايز باستمرار يوقف اللعب، يوقف اللعب، بس يوقف اللعب لإرساء العدالة، مش بالتربص بهذا الفريق أو ذاك. المطلوب العدل للجميع.